بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أنا الأستاذ شائع محمد علي فرحان، مياح، مدرس مادة الأحياء في ثانوية الكويت ومدارس رواد اليمن الدولية. أقدم هذه الحلقة الخاصة بالوحدة الرابعة، أساسيات علم الوراثة، درس الوراثة والجنس. وهذه الحلقة مسجلة باسم مدارس رواد اليمن الدولية بقيادة مديرها الفاضل الأستاذ القدير والنشيط وذو الأخلاق العالية الأستاذ خالد الصالحي حفظه الله ورعاه. طبعا أبنائي وبنات الطلاب وطالبات الثانوية العامة، درس الوراثة والجنس، أخذنا سابقا طبعا أنواع السيادات في الوراثة، السيادة التامة وهذه تتبع الدراسات المندلية، قانون مندل الأول وقانون مندل الثاني، ثم السيادة غير التامة وهذه السيادة الناقصة الذي أخذناها في فقر الدم، وفقر الدم منها الأنيميا والثلاسيميا، الأنيميا فقر الدم المنجلي والثلاسيميا البحر الأبيض المتوسط. ثم أخذنا أيضا السيادة المشتركة وهي في أبقار الشورت هورن وأيضا في ما يسمى بالفصيلة الدموية AB. طبعا الوراثة والجنس، لما نجي نقول ما هي الوراثة والجنس أو ما المقصود بالوراثة والجنس، المقصود بالوراثة والجنس دور الوراثة في تحديد جنس الوليد ذكرا كان أم أنثى بإرادة الخالق سبحانه وتعالى عن طريق ماء الرجل. طبعا المحدد للجنس في بني البشر مثلا هو السائل المنوي للرجل، لأنه يحتوي على نوع من الكروموسومات الجنسية Y، الأنثى ليست لها علاقة تماما بتحديد الجنس المذكر. طبعا من باب الثقافة والإثراء أنه بعض الأزواج يطلق زوجته الأولى بحجة أو بعذر أنها لم تنجب له إلا بنات، وهذه مقولة خاطئة وغير صحيحة، لأن تحديد الجنس المذكر ويأتي من الرجل بإرادة الخالق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا، لأنه يحتوي على الكروموسوم الجنسي Y. طبعا أنواع الصبغيات، الصبغيات يعني يقصد بها كما درسناكم سابقا أبنائي وبناتي الطلاب أنه هي الكروموسومات، لكن نأتي إلى تفاصيل دقيقة لأنواع الصبغيات. هي قسمان، هما أوتوسومز وكروموسوم. الأوتوسومات يقصد بها الأوتوسومات التي تظهر الصفات الجسدية أو الصفات الجسمية أو الصفات الذاتية، وعددها بتكون 22 زوج. 22 زوج يعني مضروبة في 2 44 أوتوسومز، وهذه الأوتوسومات تظهر الصفات الجسمية أو الجسدية أو الذاتية في كل من الذكور والإناث، ونحن متشابهين فيها جميعا. الأنثى تمتلك لون عيون والرجل يمتلك لون عيون، الأنثى تمتلك لون بشرة والرجل يمتلك لون بشرة، وهكذا. إذا نحن متشابهين في الأوتوسومات. ركز يا ابني، الله يفتح عليك. الأوتوسوم هي التي تظهر الصفات الجسدية، الصفات الجسمية الذاتية التي ألاحظها بالعين المجردة. طبعا الكروموسوم هذا خاص بالجنس، كروموسومات جنسية. إذا أوتوسوم وكروموسوم هذا خاص بالجنس وعددها زوج واحد فقط. هذا الزوج هو إن كانت المذكر نقول XY، إذا الذكورة أصلها Y، والرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس المذكر في بني البشر لأنه هو الذي يمتلك الكروموسوم الجنسي Y. الأنثى الزوج حقها XX، إذا XY وXX هذه نقول عليها أنماط أو كروموسومات جنسية، هذا للذكر أو للرجل وهذه للأنثى. إحنا مختلفين في كروموسومات الجنس، وإحنا متفقين في أوتوسومات الذاتية أو الجسمية أو الجسدية. طبعا زمان لو تذكر عزيز الطالب درسوك على أساس أن كل خلية في خلايا جسم الإنسان فيها 46 كروموسوم، فإحنا نقول مثلا هنا 2N وهنا 2N. ما معنى 2N في الأحياء؟ يعني طالب خريج ثانوية عامة ومقبل على الدراسات الجامعية والتأهيل الجامعي يتخرج وما هوش داري ما معنى N و2N و3N في الأحياء. طبعا لما يقول لك في الكيمياء مثلا NA11 يعني العدد الذري للصوديوم،
فهنا احنا نقول التو ان والثري ان مثلا والان مثلا الان المجموعة الأحادية من الصبغيات ولا توجد إلا في الأمشاج. التو ان المجموعة الثنائية من الصبغيات أو الكروموسومات وتوجد بعد اندماج المشيج الذكري مع المشيج الأنثوي. والثري ان هذه المجموعة الثلاثية من الكروموسومات أو الصبغيات وهذه لا توجد إلا في نسيج الأندوسبيرم، هذا النسيج الأندوسبيرم الذي يغذي الجنين النباتي. طبعا عندنا هنا التقسيم المتعارف لديكم أبناء الطلاب هو كالتالي، أنه 46 هذه هي عبارة كانت عن 23 زائدا 23 تصبح هذا مشيج وهذا مشيج. هنا أيضا نفس العملية 23 23، يعني 23 كروموسوم داخل المشيج الذكري و 23 كروموسوم داخل المشيج الأنثوي. في التقسيمات الخاصة بدرس اليوم سننقص 2 من 46، هنا تصبح 44، هنا تصبح 2. معروف أن هذه مثلا خلية ذكرية وهذه مثلا خلية أنثوية، بما أن هذه خلية ذكرية فالاثنين تشمل اكس واي، والأربعة والأربعين يعني ننقص الآن سيحدث انقسام اختزالي أو انقسام منصف. الأربعة والأربعين 22 زائدا اكس، وهذه أيضا نفس العملية الباقي 22 زائدا واي. إذن هذه تصبح أمشاج مذكرة وهذا يعتبر ذيل سهم للحيوان المنوي. البويضة نفس العملية، هنا تصبح بويضتان طبعا 46 نصها، هنا نفس العملية، هنا 44 زائدا 2، الاثنين هي اكس اكس، نص ال 44 22 زائدا اكس، وهذا الباقي 22 زائدا اكس. طبعا بتلاحظ ان الامشاج المؤنثه متشابهه، معروف انه في وراثه اذا وجدت امشاج متشابهه نحذفها منعا للتكرار، تصبح عندي واحده فقط. اذا اندمجت هذا المشيج الانثوي مع هذا المشيج الذكري باراده الخالق سبحانه وتعالى، طبعا 22 22 تصبح 44 زائدا اكس واي. ثم إذا اندمجت هذه مع هذه تصبح 44 زائدا إكس. سبحان الله، يعني إذا اندمج هذا الحيوان المنوي واي مع البويضة إكس تصير وتصبح ذكور بإرادة الخالق سبحانه وتعالى، وإذا اندمجت البويضة مع الحيوان المنوي اللي هو إكس تصبح طبعا هذه تتحول إلى إناث بإرادة الخالق سبحانه وتعالى. طبعا نسبة الذكور إلى نسبة الإناث تقريبا 50 إلى 50، وهذه نسبة تزاوجية من أرحم الراحمين على أساس أنه ما يختل نظام الكون تماما. طبعا لو طغى جنس على جنس آخر ممكن يعني ينقرض الجنس الآخر وبالتالي لن يكون هناك حياة على سطح القشرة الأرضية. صحيح أنه مثلا في بعض الدول تكون نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور، هذا يعود مثلا أحيانا إلى عوامل تكون في داخل فيها حروبات وما شابه ذلك، تروح ضحاياها الكثير من الذكور. أيضا في بعض الدول نسمع أنه نسبة الإناث إلى نسبة الذكور أعلى، إحنا بنقول أعلى مثلا 52 54 55، هذه كنسبة تقريبية عندنا في علم الوراثة تصبح 50 إلى 50. مثلا بعض الشباب أو الطلبة يسألني طيب في بيت فيه مثلا 8 بنات أو 10 بنات، أقول له انظر إلى البيت الآخر أو المنزل الآخر سيكون هناك من 8 إلى 10 ذكور، هي كنسبة تزاوجية 50 إلى 50. الآن ممكن تصلك أسئلة يعني فهمية ذكائية في هذا الموضوع تماما. لو قال لك في السؤال كم عدد الأوتوسومات في الخلايا الجسدية، طبعا بتقول 44. كم عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية، بتقول 2. كم عدد الأوتوسومات في المشيج الذكري، 22. كم عدد الكروموسومات الجنسية في أي مشيج، خذها قاعدة، في أي مشيج، في أي مشيج حيوان إنسان نبات، عدد الكروموسومات الجنسية في أي مشيج بيكون 1 فقط.
شوف المشيد الذكري هنا واحد فقط، المشيد الذكري هنا واحد فقط، المشيد الأنثوي هنا واحد، والبقية نفس العملية واحد. إذن إحنا مختلفين الكائنات الحية فيما يسمى بعدد الأوتوسومات، ومتفقين في كروموسومات الجنس في كل من الأمشاج. ممكن يأتي سؤال يقول لك كم عدد الأوتوسومات التي يحملها الإبن من أبويه؟ يحملها الإبن من أبويه يعني 44. كم عدد الكروموسومات الجنسية التي يحملها أيضا الإبن من أبويه؟ 2، يا إكس إكس أنثى أو إكس واي ذكر. طبعا هذا الموضوع الأول بما يخص أنواع الصبغيات اللي هي الأوتوسومات والكروموسومات. طبعا الفقرة التالية هي كيف نميز الجنس أن هذا مذكر وهذا مؤنث؟ هل هناك أنماط معينة في علم الوراثة نستطيع أن نميز الذكور عن الإناث؟ طبعا من خلال الشكل الظاهري قد ربما مستحيل أننا مثلا نميز بين الجنس المذكر والجنس المؤنث، مش للإنسان فقط، لبقية الكائنات الحية، لأنه أحيانا بالعين المجردة أو بالنظر نختدع فيها. ولذلك علماء الوراثة لم يقفوا مكتوف الأيدي أمام تمييز الحيوانات والنباتات والإنسان كمذكر ومؤنث. هناك تقسيمان لتمييز الجنس في الكائنات الحية، يتم تحديد الجنس في الكائنات الحية بواسطة طبعا نوعين، 2، زوج الصبغيات الجنسية، 2 عدد الكروموسومات. نبدأ أولا بزوج الصبغيات الجنسية. طبعا زوج الصبغيات الجنسية هناك 3 أنماط، ركز معي عزيزي الطالب حفظك الله ورعاك. زوج الصبغيات الجنسية هناك 3 أنماط. النمط الأول نقول عليه XX في XY، النمط الثاني XX في XO، النمط الثالث XY XX، أو ممكن نستخدم أشكال أخرى للكروموسومات الجنسية ZW ZZ. طبعا هذا نمط وهذا نمط وهذا نمط. طبعا هذه الأنماط، هذا النمط فين يوجد؟ يوجد في الثدييات بأشكالها المختلفة. هذا النمط يوجد في الحشرات، وهذا النمط يوجد في الأسماك والبرمائيات والزواحف والفراشات والطيور. هذه الفقرة التالية مهمة جدا، هذا يوجد في مثلا في الصراصير والجراد والنطاط، حشرة تشبه الجراد طويلة نسبيا. الثدييات مثل الإنسان. وأهم معلومة ركز عليها عزيز الطالب هي ذبابة الفاكهة، وأيضا اللي هي نبات يعيش طافي جزء منه يعني مغمور جزء منه على اليابسة، هذا النبات يسمى نبات الإيلوديا. إذن هذا السؤال بيجيك ما هو النمط الجنسي للثدييات، بتقول له اكس 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 واي. الذكر الثدييات اكس واي، انثى الثدييات اكس اكس، ذكر الصراصير اكس او، انثى الصراصير اكس اكس، ذكر الاسماك زد
طبعا انت الاسماك زد دبليو ذكر الاسماك زد زد، هذا النمط عكسي، النمط الجنسي عكسي لبقية الأنمطة السابقة. طبعا هنا لما نأتي نفسر بعض الأشياء هنا الـ XY في طبعا في نفعلها كده لأنه في النمط الجنسي لا يظن المصحح أنها X ثالثة. طبعا هذا ذكر الثدييات بشكل عام، هذه أنثى الثدييات، تنزل بويضة واحدة هنا طبعا ينزل نوعين من الحيوانات المنوية. إذا اجتمعت الإكس مع الإكس صارت إناث بإرادة الخالق سبحانه وتعالى، وإذا اجتمعت الإكس مع الواي صارت ذكور. إذن المسؤول عن تحديد الجنس في هذا النمط حق الثدييات هو الذكر. لماذا؟ لأنه يضع نوعين من الحيوانات المنوية المحتوي على نوعين من الكروموسومات الجنسية المختلفة. إذن ممكن يأتي سؤال، ما هو النمط الجنسي للإنسان؟ بتقول له XX XY. ما هو النمط الجنسي للقرود؟ تقول له XX XY. ما هو النمط الجنسي للعبقار؟ XX XY. ما هو النمط الجنسي للرجل؟ XY، لأنه حدد ما قالش الإنسان بشكل عام، الرجل XY. ما هو النمط الجنسي للأنثى؟ XX. طبعا نفس النمط الجنسي بالنسبة لذبابة الفاكهة، من حيث النمط الجنسي هي تشترك معنا في أن ذكور ذبابة الفاكهة XY وإناث ذبابة الفاكهة XX. تعال نرى النمط الجنسي الآخر XX في XO. طبعا نأخذ مشيجة أنثوية واحدة نحذف الباقي للتشابه، في هذا حيوان منوي وهذا حيوان منوي. طبعا الاو يقصد به ما فيش واي، انتبه عزيز الطالب، الاو ما فيش كروموسوم جنسي واي، لذلك احنا بنفعل اكس زائد الاكس تتحول الى اناث الصراصير، اكس زائد الاو تتحول الى ذكور الصراصير، وكنسبة تزاوجية في النمط الاول حق الثدييات 50 الى 50، وأيضا في الحشرات كنسبة تزاوجية هي 50 إلى 50. أكرر، أو مجموعة خالية في الرياضيات، فاي لا تحتوي على كروموسوم جنسي واي. بس للعلم هناك حيوان منوي بس لا يحتوي على كروموسوم جنسي واي، واي يعني زيرو، لكن في مشيج ذكري. المسؤول عن تحديد الجنس في هذا النمط حق الحشرات هو ذكر الصراصير أو ذكر الحشرات. لماذا؟ لأنه يضع نوعين من الحيوانات المنوية، ركز هنا، يضع نوعين من الحيوانات المنوية المحتوي على نوع واحد من كروموسومات الجنس المختلفة. هنا نفس التشابه في الألفاظ، لأنه الذكر هو المحدد للجنس في هذا النمط، لأنه يضع نوعين من الحيوانات المنوية المحتوي على نوعين من الكروموسومات الجنسية المختلفة. هنا نفس العبارة، نوعين من الحيوانات المنوية بس نوع واحد من كروموسومات الجنس المختلفة. طبعا نأتي إلى النمط الثالث والأخير للتمييز بين الجنس المذكر والجنس المؤنث. طبعا هذا النمط زد دبليو في زد زد، طبعا الأنثى هنا هي المحددة للجنس، انتبه هنا الأنثى هي المحددة للجنس عكس الأنمطة السابقة، يعني أنثى الأسماك أنثى الطيور هي المحددة للجنس، الأنثى تحتوي على كروموسومات الجنس المختلفة، هنا زد هنا دبليو، هنا واحدة فقط، الذكر ينتج نوع من الحيوانات المنوية. إذا اجتمعت الزد مع الزد صارت ذكور التماسيح، ذكور المرمائيات، ذكور الضفادع، ذكور الأسماك، ذكور الطيور، وإذا اجتمعت الزد مع الدبليو صارت إناث الأسماك، إناث التماسيح، إناث الطيور، إناث البرمائيات، إناث الفراشات. الفراشات نظامها يتبع نظام البرمائيات والأسماك والكائنات التي تعيش في المياه، هذا النمط الجنسي خاص بمعظم الكائنات الحية التي تعيش في المياه والبحار. هذه طبعا إناث، نسبة التزاوج 50 إلى
50. طبعا اذا ما نحدد للجنس في هذا النمط اللي هو حق الكائنات التي تعيش في المياه، احنا بنقول الانثى. لماذا؟ لانها تضع نوعين من البويضات المحتوي على نوعين من كروموسومات الجنس المختلفه. اذا ممكن نلخص العمليه هذه ونقول الان سؤال لك ومن حقك ان تستنبط عزيز الطالب هذه الاجابه، من المسؤول عن تحديد الجنس في هذه الانماط؟ اترك لك فرصه للتركيز في الاجابه. السؤال نعيده، من المسؤول عن تحديد الجنس في هذه الانماط؟ لا شك انك وصلت الى الاجابه وتشكر على ذلك. الإجابة إذا بعضكم قصر فيها نعدلها الآن، المسؤول عن تحديد الجنس في هذا النمط، طبعا احنا ما حددنا هنا أو هنا أو هنا، بتقول الكائن الذي يحتوي على كروموسومات الجنس المختلفة. فإن كان في الإكس إكس والإكس واي هو الإكس واي، وإن كان في الإكس إكس والإكس أو هو الإكس أو، وإن كان في الزد دبليو زد زد هو الزد دبليو، يعني هنا الذكور وهنا الذكور وهنا الإناث. نكرر طبعا هذه الحلقة مسجلة باسم مدارس رواد اليمن الدولية بقيادة مديرها الفاضل الأستاذ القدير خالد الصالحي حفظه الله ورعاه. طبعا إذا حددنا الجنس في الكائنات الحية بواسطة أولا زوج الصبغيات الجنسية. شوف عزيز الطالب، يعني الأحياء هي مجموعة من التقاسيم ومجموعة من التصانيف، يجب أن تركز على أولا العنوان، يتم تحديد الجنس في الكائنات الحية بواسطة واحد زوج الصبغيات الجنسية، أخذنا هذا الكلام. اثنين عدد الكروموسومات، اذا سننتقل الى تحديد الجنس عن طريق عدد الكروموسومات. طبعا مدارس رواد اليمن من المدارس العملاقة التي يعني انتشرت سمعتها وشهرتها بقوة في الثلاث سنوات الأخيرة، يشير إلى أنه هناك طاقم إدارة مميز بقيادة المدير الأستاذ خالد الصالحي ومجموعة من جهابذة المدرسين المميزين على مستوى الجمهورية اليمنية. حقيقة أنا فخور أني أعمل فيها وأدرس فيها وتحت إدارتها. طبعا اتسعت شهرتها وسمعتها بوجود مجموعة من المميزات التربوية والأهداف التي تحققت، وفي خلال فترة وجيزة يعني فاقت كل المدارس في أمانة العاصمة وأصبحت تناطح مجموعة من المدارس على مستوى الجمهورية اليمنية. فطالبة حصلت على المركز الأول سواء في الثالث ثانوي أو في التاسع، وطالبة تميزت في اختبارات الفيزياء على مستوى أمانة العاصمة، لها عديد من الإنجازات والكؤوس والدروع استلمتها من عدة جهات تربوية مختلفة. تشكر الإدارة على جهودها المبذولة في يعني هذا الصرح العلمي الشامخ، ومن أجل تحقيق أهداف ورؤى المجتمع وطموحاته بما يلبي احتياجات الجميع. ننتقل إلى عدد الكروموسومات. عدد الكروموسومات هذا خاص بالنحل والنمل. طبعا النحل والنمل مخلوقات عجيبة غريبة، وذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه سورة النحل وسورة النمل لعجب هذا المخلوق ومعيشته وتكاثره وتناسله، والله سبحانه وتعالى ما يذكر الشيء إلا لأهميته. طبعا أنت لو تتفكر في موضوع النحل مثلا، النحل يضع نوعين من البيض، واحد بيض مخصب، بيض مخصب وبيض غير مخصب. طبعا نشوف البيض المخصب والبيض غير المخصب. البيض المخصب يعني حيوان منوي ان بتساوي 16 كروموسوم، بويضة ان بتساوي 16 كروموسوم.
طبعا ان زائد ان بيساوي احنا بنقول ايش؟ اندماج. اندماج طبعا ان زائد ان احنا بنقول 2 ان. اعيد واكرر، 2 ان يعني المجموعه الثنائيه من الكروموسومات، وتاتي بعد اندماج المشيج الذكري مع المشيج الانثوي، بيساوي 32 كروموسوم. هذه ال 32 الكروموسوم طبعا هذه تبدا تفقس، تفقس عن اناث. ركز معي حبيب الطالب، تفقس عن اناث. الاناث بعدها جزء منها تتحول الى ملكات، وجزء منها تتحول الى شغالات. طبعا هنا ما فيش تفرقه عنصريه، هذه ملكه وهذه شغاله، لا، الله سبحانه وتعالى ما عنده تفرقه، بس هنا طبيعه الغذاء تتدخل في من تكون الملكه ومن تكون الشغاله. طبعا الانثى بعد ما تخرج من البيض، البيض المخصب، تفقس، تخرج في الشكل الاول اناث، بس اذا ذهبت الانثى تتغذى على الغذاء الملكي، يكون اللحم، النحل قد اعد له غذاء يسمى غذاء ملكي خاص به، تتغذى عليه الاناث بعد ما تخرج من البيض. اذا تغذت الانثى على الغذاء الملكي اكثر من 5 ايام يصبح جسمها ناضج وكبير، وجهازها التناسلي قادر على انتاج البيض، تتحول الى ملكه. اما اذا تغذت الانثى على الغذاء الملكي اقل من 3 ايام وادنى من ذلك، فان جسمها يصبح هزيل وجهازها التناسلي ضامر، غير قادر على انتاج البيض، تتحول الى شغاله. طبعا اذا الانثى عدد كروموسوماتها 2N، علل اناث النحل 2N، ايش الاجابه؟ الاجابه بتكون لانها ناتجه من اندماج مشيج ذكري حيوان منوي N مع بويضه N، صار العدد 2N تحولت الى اناث. طبعا هذا بالنسبه للبيض المخصب، اما البيض غير المخصب فهي بويضه فقط بدون حيوان منوي، يعني بتساوي 16 فقط. هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى تفقس عن ذكور النحل، سبحان الله يعني. إذا ذكر النحل ما فيش معه أب، ذكر النحل لا يوجد معه أب، لأنه ما فيش حيوان منوي اخترق البويضة. منين أتى؟ أتى من بويضة غير مخصبة. هذا نوع من التكاثر يسمى التكاثر اللاجنسي، وهذه طريقة من طرق التكاثر اللاجنسي التي حذفت عليكم في بداية الوحدة الثالثة، وقلنا أشكال أو أنماط التكاثر اللاجنسي ستة أشكال حذفت، منها التكاثر البكري أو العذري. التكاثر البكري أو العذري، التكاثر البكري أو العذري هو إنتاج أفراد جديدة من بويضات غير مخصبة كما في ذكور النحل والنمل. طبعا إذا لو جينا إلى تعليل، هذا التعليل علل إناث النحل 2N بينما ذكور النحل N. إناث النحل 2N لأنه ناتج من بويضات مخصبة، بينما ذكور النحل N لأنه ناتج من بويضات غير مخصبة، وهذا نوع من أنواع التكاثر الذي يسمى التكاثر العذري أو البكري. طبعا مداخلة بسيطة للربط بين بعض الألفاظ المتشابهة، أحيانا في الاختبارات الوزارية يجيبوا ألفاظ متشابهة لعل الطالب يصحو شوية للمعلومة. في تكاثر بكري أو عذري، وفي ثمار عذرية أو بكرية. تكاثر وثمار في فرق ما بين اللفظين، صحيح أنهم متشابهين في الألفاظ الأخيرة، بس تنتبه، تكاثر عذري أو بكري هذا كما في ذكور النحل، إنتاج أفراد جديدة من بويضات غير مخصبة كما في ذكور النحل. التكاثر الثمار العذرية أو البكرية هي ثمار خالية من البذور، ثمار خالية من البذور، وهذه لها أسباب أخذتها ومن باب الذكرى، يعني أنه قد تنتج الثمار العذرية من بدون تلقيح كما في البرتقال والموز، أو يحدث تلقيح وإخصاب لكن ما يتكونش الجنين كما في بعض أنواع العنب، أو إذا رشينا الأزهار قبل ما تتلقح بالأوكسينات نحصل على ثمار خالية من البذور كما في الشمام والبطيخ وغيرها. طبعا السؤال الآن الذي ممكن يرد من الطالب،
ايش معنى بيض مخصب وبيض غير مخصب؟ يعني بمعنى ليش ما يكون الكل يا اما بيض مخصب يا اما بيض غير مخصب. طبعا النحل كما قلت لك سابقا مخلوق غريب وعجيب وله اطوار ومراحل عمريه مختلفه. طبعا النحل يبدا يصنع له بيوت، في بيوت سداسيه الشكل متسعه وفي بيوت سداسيه الشكل ضيقه. عندما ياتي ذكر النحل يجامع انثى النحل فتتم عمليه صب الحيوانات المنويه داخل جسم الانثى، هذا نوع من انواع التكاثر او نوع من انواع الاخصاب، نقول عليه اخصاب داخلي، بمعنى تمت عمليه صب الحيوانات المنويه الى داخل جسم الانثى، فتاتي الانثى وقد محمله بالحيوانات المنويه تدخل. اذا دخلت البيوت السداسيه الضيقه يحدث ضغط على جهازها التناسلي، وبالتالي نترك فرصة لحركة ونشاط وحيوية وزيادة سرعة الحيوانات المنوية كي تصل إلى البويضات فتتم عملية التخصيب، نحصل على طبعا بويضات مخصبة. أما إذا دخلت الأنثى في البيوت السداسية المتسعة ما يحدثش ضغط على جهازها التناسلي، وبالتالي ما تركنا فرصة لحيوية وحركة وسرعة الحيوان المنوي كي تصل إلى البويضة للتخصيب، وبالتالي نحصل على بيض غير مخصب. إذا نأتي إلى خلاصة الموضوع في هذه الفقرة بالذات اللي هو عدد الكروموسومات، من المسؤول عن تحديد الجنس في هذا في النحل والنمل؟ أترك لك فرصة للتفكير، من المسؤول عن تحديد النسل مذكر أو مؤنث في النحل والنمل؟ طبعا لعلك عزيز الطالب وصلت إلى الإجابة، نعدل الإجابة أو نضيف إليها، ونشكركم على تفكيركم في السؤال والإجابة. طبعا المسؤول هنا لو قلت البيض المخصب صحيح إجابتك تعتبر صحيحة، لو قلت الأنثى بنعتبرها صحيحة، لو قلت الملكة بنعتبرها صحيحة، لكن الأصح من هذا كله لأنه في إجابات تكون أصح من الصحيح وهي عدد الكروموسومات. إذا المسؤول عن تحديد الجنس في النحل والنمل تركز على كلمة عدد الكروموسومات. إذا ملخص لهذه العملية وهي درس الوراثة والجنس، نعيد الملخص هذا بشكل سريع. الوراثة والجنس، دور الوراثة في تحديد جنس الوليد ذكرا كان أم أنثى بإرادة الخالق سبحانه وتعالى عن طريق ما الرجل. أنواع الصبغيات، في أتوسومات ذاتية أو جسمية أو جسدية وهي تظهر الصفات الجسمية وإحنا متشابهين فيها الذكور والإناث، وعددها 22 زوج بتساوي 44 أوتوسوم. هذه تظهر الصفات الجسمية مثل لون العين، شكل الأنف، شكل الحاجب، لون الشفاه، شكل الشفاه، شكل السن، شكل صوان الأذن، لون البشرة، شكل الشعر، لون الشعر، مجموعة من الصفات الجسدية. الكروموسومات الجنسية عددها زوج واحد، وهذه طبعا إن كان في الذكور XY وإن كانت في الإناث XX. طبعا يتم تحديد الجنس في الكائنات الحية بواسطة شيئين اثنين، زوج الصبغيات الجنسية وعدد الكروموسومات. زوج الصبغيات الجنسية الذي هي XX والXY هذا موجود في كل الحيوانات الثديية وذبابة الفاكهة ونبات الإيلوديا، ثم XX والXO موجود في الحشرات منها الصراصير والنطاط والجراد، والZWZZ هذه موجودة في الكائنات التي تعيش في المياه سواء العذبة أو البحار مثل الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والفراشات. طبعا XX والXY ذكرناكم سابقا أنه المحدد للجنس هو الذكر لأنه يحتوي على نوعين من الكروموسومات الجنسية المختلفة ونوعين من الحيوانات المنوية. في نظام الصراصير الذكر هو المحدد للجنس لأنه يحتوي على نوعين الحيوانات المنوية المحتوي على نوع واحد من الكروموسومات الجنسية المختلفة ZWZZ. ذكر الأسماك هو المحدد للجنس، أنثى الأسماك عفوا هي المحددة للجنس لأنه تحتوي على نوعين من البويضات المحتوي على نوعين من الكروموسومات الجنسية المختلفة. هذا الخلاف الأول زوج الصبغيات الجنسية، إذا المحدد للجنس في هذا الزوج الصبغيات الجنسية الذي يمتلك أيا كان الذي يمتلك كروموسومات الجنس المختلفة.
طبعا عدد الكروموسومات هذا في النحل والنمل، وقلنا لكم في بيض مخصب وفي بيض غير مخصب. طبعا اوشكت المحاضرة على الانتهاء، نترك لكم فرصة لمذاكرة هذا الدرس على لقاء آخر إن شاء الله، نلتقي بكم في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.